للي كان متابع القضية بتاعت الست اللي كانت دهست حرام الطفلين المصريين هنا، تم الحكم عليها اللي هي ريبيكا جورسمان، اللي أدينت بوفاة شقيقين صغيرين في حادث اصطدام وهربت في 2020. اتحكم عليها بالسجن 15 سنة يوم الاثنين اللي فات، وغرامة 47,000 جنيه كتعويض. بصوا أحبائي، أنا الخبر قريت التعليقات، وطبعا كل الناس غضبانة جدا على الحكم والتعويض. الأمريكان مش عاجبهم طبعا، طفلين فقدوا حياتهم، ولا كنوز الدنيا، ولا كنوز الدنيا قصاد ده، ولا تعوض الأم والأب وأسرته عن فقدانهم. يعني قالوا هل عشان هي ست بقى واصلة وحاجات كده الحكم ده قليل، و 47,000 مفروض ما يعني اتليست تكون لكل طفل مش للاثنين. يعني انا يعني التعويض ما كانش قد الفجيعة للخبر. يعني كويس ان الامريكان برضو يحسوا بالامر ده.